الزور بلدة درنش تشيع الشهيد البطل أحمد ياسين 3/11/2012. تشييع الشهيد البطل في بلدة درنش الشهيد أحمد ياسين الزكريا الذي استشهد عند المدفعية في مدينة الميادين أثناء رباطهم وحصارهم لمدفعية المدفعية المتواجدة في مدينة الميادين 3/11/2012. محمد رسول الله، محمد رسول الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، والخائن عدو الله، والخائن عدو الله، دير الزور بلدة درنش تشيع الشهيد البطل أحمد ياسين 3/11/2012. إذن ها هو ريف دير الزور يزف شهدائه 3/11/2012 خط الجزيرة.